السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله سأشارك معكم اخر اخبار محترفين واخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري ومفاجآت كثيرة ان شاء الله ستتعرفون عليها انا واياكم في هذا الفيديو. اذا هذا ما سنتعرف عليه، فاذا كنتم تشاهدون للمرة الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. اولا نبدا لكم بالخبر الاول الذي يتعلق بالمنتخب الوطني الجزائري واستحالة يعني برمجة مباراة بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الفرنسي، مثلما أكد لنا يعني الإعلام الفرنسي هذا اليوم بطبيعة الحال عمل تقرير مطول لهذه المباراة. ولكن بالنسبة للفئات السنية الأخرى للمنتخب الجزائري أمام المنتخب الفرنسي راح يلعبوا ذلك بشكل رسمي في إطار ودي. أعزائي الكرام، يعني المنتخب الوطني الجزائري تحت 18 سنة سيواجه المنتخب الفرنسي تحت 18 سنة من أجل التحضير إلى المسابقات ويعني الاستحقاقات والتحديات القادمة. فنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري تحت 18 سنة. ولكن مع الفئة الأولى يعني أبطال إفريقيا ضد أبطال العالم، يعني أصبح من سابع المستحيلات أن تتم هذه المباراة حاليا في هذه السنة أو السنة المقبلة. ولكن بغيت نوضح لكم نقطة، هو أنه الكوتش جمال بالماضي وعدنا، قال باللي إذا راح نتأهلوا إلى مونديال قطر سنة 2022 راح نستضيف يعني وراح نلعب أمام منتخبات أوروبية عالمية ذات وزن كبير واللي عندها ترتيب في الفيفا عالي جدا. فممكن أن منتخب فرنسا سيكون من هذه الأسماء التي الكوتش جمال الماضي إذا تأهلنا بطبيعة الحال، هذا هو شرط الكوتش جمال الماضي، إذا تأهلنا راح نلعب ممكن أمامهم. لأن المنتخب الفرنسي ليس للمرة الأولى وليس للمرة الثانية وليس للمرة الثالثة هو يطلب يعني من الاتحاد الجزائري أن يقيم مباراة أمام المنتخب الوطني الجزائري في إطار ودي. وتعلمون بأنه مونديال قطر سنة 2022 على الأبواب، فكل من المنتخب الفرنسي والجزائري يعني يريدان أن يعملا ويبرمجا مباريات ودية من أجل التحضير الجيد لمونديال قطر سنة 2022. فالمنتخب الفرنسي أراد أن يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري وذلك بشكل رسمي، حيث أكد لنا يعني أحد المواقع الفرنسية على سبيل المثال جريدة ليكيب الفرنسية أكدت لنا بأن هنالك العديد من العوائق التي تمنع إقامة هذه المباراة في الجزائر على الأقل قبل انطلاق مونديال قطر سنة 2022. هم باغيين يلعبوا ضده وباغيين يلعبوا أمام المنتخب الوطني الجزائري، ولكن يشوفوا هذه المباراة يعني شبه مستحيلة لعدة من الأسباب ولعدة من العوامل التي منعت من ترسيم هذه المباراة على إطار ودي. فقائلين على الرغم من أن نويل لوغريت تحصل على الضوء الأخضر من قبل السلطات الفرنسية للمضي قدما لإقامة هذه المباراة التاريخية، لكن مع ضرورة الحصول على ضمانات أمنية من الجزائر لاستضافة أبطال العالم في أفضل الظروف يعني في الأراضي الجزائرية. يعني السلطات أولا تكلموا عن السلطات ما تكلموش عن الاتحاد الفرنسي، فالاتحاد الفرنسي راه موافق يلعبوا أمامنا، ولكن السلطات الفرنسية أيضا هي أعطت الضوء الأخضر من أجل أن يعملوا سفرية للمنتخب الفرنسي لكي يواجه المنتخب الجزائري هنا في الأراضي الجزائرية. ولكن عدنا العديد من المشاكل الأخرى مثل ما أكدنا لكم، فهذه المباراة يعني أصبحت من سبع المستحيلات أن ترسم في أرض الواقع وأن تطبق على أرض الواقع. على العموم أكد نفس المصدر بأنه كان تنظيم وكان الهدف من تنظيم هذه المباراة في شهر يعني مارس 2022، إلا أن في الوقت الراهن لا يوجد بوادر حقيقية تؤكد إمكانية مواجهة أمام أبطال إفريقيا في ذلك الموعد، وهو ما طرح فكرة عند الاتحاد الفرنسي بإمكانية تعويضها بمنتخب يعني قطر بطل القارة بطل آسيا بطبيعة الحال. فكما كراهم عارفين بلي أنه ما راحش يقدروا يلعبوا أمام المنتخب الوطني الجزائري، يعني راهم ماشيين يلعبوا أمام المنتخب القطري وهم متمنيين أنهم يواجهوا المنتخب الوطني الجزائري. فأنا كدور لي أعزائي الكرام في هذه القناة بغيت نطرح عليكم سؤال، وقولوا لنا واش راكم باغيين نلعبوا أمام منتخب فرنسا أم العكس؟ لأنه راني نشوف التعليقات نتاعكم في كل فيديو أنشروها، البعض يقول لي لا نريد لعب مع المنتخب الفرنسي أو ضد المنتخب الفرنسي أبدا، أما الطرف الآخر يقول باللي نريد الوقوف عند مستوى المنتخب الوطني الجزائري بمواجهة منتخب فرنسا ومتمنيين أنهم راح يفوزوا على منتخب فرنسا. ف يعني عزيزي المشاهد بغيت نطرح عليك سؤال، أنت من أي ضفة؟ واش راك باغي تلعبوا امام المنتخب الفرنسي ام العكس؟ اكتبوا لنا رايكم رجاء في صندوق التعليقات، خاصه انه يعني خير الدين زتشي يعني رئيس الاتحاد الجزائري السابق اعطى الضوء الاخضر اعزائي الكرام من اجل يعني عمل هذه المباراه، ولكن يعني كانت هنالك ايضا بعض المشاكل الاخرى من السلطات الجزائريه والفرنسيه. ف يعني كانت قريبه ان تنظم هذه المباراه بين المنتخب الجزائري والمنتخب الفرنسي في عهده يعني خير الدين زتشي، ولكن يعني حاليا كل الابواب مغلقه
ولكن يعني إذا تأهلنا إلى مونديال قطر سنة 2022 فممكن الكوتش جمال ماضي راح يتحدث عن حول هذه المباراة وممكن أنها تطبق على أرض الواقع. فبغيتكم تعطونا رأيكم في صندوق التعليقات رجاء حول هذا الموضوع. ننتقل الآن أعزائي الكرام إلى الخبر الموالي. الخبر الموالي الذي عمل ضجة في الساعات القليلة الماضية هو أنه سامي تلمساني جزائري الجنسية جزائري فرنسي قرر تمثيل الجامعة المغربية ورفض المنتخب الوطني الجزائري. والبعض تساءل أعزائي الكرام، أولا ما رانيش ندافع عن الاتحاد الجزائري، نتكلم حسب المعطيات اللي رعدنا حاليا. سامي تلمساني عملت عليه فيديو أعزائي الكرام فورا اكتشف هذه الموهبة، وقلت لكم لأنه جزائري مغربي هو فرنسي على ما أعتقد، المهم عنده جنسية جزائرية مغربية، والاتحاد الجزائري لكرة القدم عرض عليه مشروعه الكروي، ولكن هذا اللاعب كان صارم في قراراته، لأن قراره واضح من الأول هو تمثيل المنتخب المغربي، وبطبيعة الحال نجح المنتخب المغربي يعني في استقطاب هذه الموهبة، موهبة تشيلسي يعني للرديف، فهذا اللاعب استدعي وذلك بشكل رسمي هيبة منتخب المغرب أعزائي الكرام، وكلاعب وكحارس رابع في فريق المنتخب المغربي. فأربي سهل عليه أعزائي الكرام، وإحنا عدنا أيضا لاعبين في حراسة المرمى يقدمون مستويات كبيرة سواء في يعني الفئة السنية الصغرى أو حتى في الفئة السنية الكبيرة. على العموم ننتقل الآن إلى خبر مغاير، ألا وهو أشارك معكم قائمة المنتخب الفرنسي. هي قائمة المنتخب الفرنسي الظاهرة أمامكم التي خلت وذلك بشكل رسمي من الثلاثي الذي رفض المنتخب الجزائري من أجل منتخب فرنسا كما تعلمون، كل من حسام عوار، نبيل فقير، وأيضا حتى أمين غويري الذي ظهر في أيام القليلة الماضية وقال بلي أنه أريد لاعب للمنتخب الفرنسي ومتجاهل المنتخب الوطني الجزائري وذلك بشكل رسمي. وإحنا أعزائي الكرام كنا واضحين كوضوح الشمس، قلنا له إذا هذا اللاعب راه باغي مع المنتخب الفرنسي لن يتم استدعائه، وهو للمرة الثالثة على ما أعتقد أعزائي الكرام على التوالي لم يتم استدعائه لقائمة المنتخب الفرنسي. وممكن أعزائي الكرام راح تسألوا أين هو نغولو كانتي، أحد أفضل اللاعبين في المنتخب الفرنسي أعزائي الكرام وفي الدوري الإنجليزي الممتاز. هذا اللاعب أعزائي الكرام تم استبعاده بحكم أنه راه مصاب بفيروس كورونا بطبيعة، هذا هو سبب استبعاد هذا اللاعب. أما اللاعب الآخر أعزائي الكرام على غرار أمين غويري، يعني اللاعب حاضر بقوة وأيضا ما عنده أي مشكل، ولكن المنتخب الفرنسي ما زال يشوف لأنه هذا اللاعب ما عندهش المستوى بقى يلعب مع المنتخب الفرنسي. فما رأيكم حول هذا الموضوع، وخاصة أعزائي الكرام أنه ديدي ديشامب أشاد بجميع اللاعبين الذين تم استدعائهم في تجاهل تام لهذا الثلاثي الذي ذكرته قبل قليل. ننتقل الآن أعزائي الكرام في عجالة إلى خبر آخر الذي يتعلق ب يعني بو عبد الله أعزائي الكرام مراسل قنوات بي إن سبورت، يعني تغنى بالمنتخب الوطني الجزائري وبنجم الدولي الجزائري رياض محرز كثيرا، حيث تم طرح عليه سؤال في هذا الموقع الظاهر أمامكم أوف ماي جول، صرح قائلا أفضل لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية يعني هو زين الدين زيدان، رغم أن هذا اللاعب أعزائي الكرام قرر تمثيل المنتخب الفرنسي وعكس أن يلعب للمنتخب وصالح المنتخب الوطني الجزائري، في حين اعتبر رياض محرز أفضل لاعب جزائري في الوقت الحالي. وأيضا شكر هذا الصحفي أعزائي الكرام مطولا الكوتش جمال بالماضي بما يقوم به مع المنتخب الوطني الجزائري في هذه القناة وهذه الصفحة في الفيسبوك. كان هذا فيديو اليوم، أخبرونا أراءكم في صندوق التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.